تقول في بلدنا عندما يدفن الميت في القبر يوضع عليه التراب أو يوضع التراب فوق القبر ويوضع طوب حجري على امتداد طول القبر ويجعلون فوق هذا الطوب اسم بحيث يكون ارتفاعه قدر شبر، هل هذا الفعل داخل في النهي عن البناء على القبور؟ القبر يدفن بترابه، يدفن بترابه ولا يزاد عليه، ويرفع عن الأرض قدر شبر حتى يعلم أنه قبر ولا يداس. إذا وضع عليه حجر لأجل معرفته أو وضع عليه حصوة من أجل ما يتطاير التراب ومن أجل يحفظ القبر حصوة كما هو المعمول فلا بأس بذلك.